هذا وقد أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي اليوم عن اعتماد نمط التعليم عن بعد في 3 مقاطعات ومجموعة من الأحياء بالمدينة الحمراء، مع اعتماد صيغة التعليم الحضوري بالتناوب في باقي تراب عمالة مراكش بعد انطلاق الدخول المدرسي الاثنين. وأشار بلاغ للأكاديمية إلى اعتماد نمط التعليم عن بعد بالمؤسسات العمومية والخصوصية الموجودة في 3 مقاطعات على مستوى مراكش، هي مقاطعة المحاميد والحي المحمدي والحي الحسني. ويتعلق الأمر أيضا بحي بن تاشفين وحي الآفاق وأبي هريرة بأزلي وسعادة بإيزيكي وشارع حمان الفطواكي وشارع المصلى والتقدم وأحمد قرماش بالحي العسكري إلى جانب دوار بلعقيد ضواحي مراكش.